أولا يجب النظر تاريخيا كيف وصلنا إلى هنا، ضخ الكم الأول، الضخ الكم الثاني، الضخ الكم الثالث، الضخ الكم الرابع، ومن ثم ضخ الأموال بعد كوفيد. هذه السيولة جعلت الأسواق تصعد بوتيرة مستمرة خلال ال15 سنة الماضية. التقييم أصبحت غالية، الكل اعتقد بأنه وصول الذكاء الاصطناعي سيبرر هذه الأسعار العالية، لكن اليوم نواجه 3 مشاكل. نهاية الوضع في الفوائد، الفيدرالي كان متأخر جدا في زيادة الفائدة، وكذلك متأخر في تنزيل الفائدة. لهذا السبب نعتقد، ولنا فترة أكثر من 2 شهر نقول بأن الفيدرالي سوف يخفض ب0.5% في سبتمبر، لأنه ليس لديه خيارات كثيرة من الآن حتى نهاية العام بسبب الانتخابات الأمريكية. ثانيا، الوضع الجيوسياسي في المنطقة وفي العالم لا يبشر بالخير للأسف، وهذا هيكون ريسك أوف أو البعد عن المخاطرة. إضافة إلى هذه، التقييم العالية التي حصلت في الفترة الماضية تجعل الفيدرالي يكون في مأزق. لو شاهدنا نتائج البنوك الأمريكية في الفترة الأخيرة، بالفعل كانت الأرباح عالية جدا، لكن لو دققنا أكثر لوجدنا أن هناك احتياطيات كبيرة لقروض الاستهلاكية، مما يعني أن هناك تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، وسوف يعجل من وتيرة الفيدرالي في خفض الفوائد. عفوا أطلت عليكم، لكن أعتقد لا تفضل، أكيد أنها الشرح نرسم مهم. الصورة كاملة. تفضلي. فإذن تتحدث عن أنه الفيدرالي متأخر، واليوم هذا هو بيت القصيد. المشكلة أنه حتى مؤخرا كانت لا تزال الأرقام الاقتصادية قوية بالولايات المتحدة، فما الذي تغير حتى بدأنا نتحدث اليوم أنه نحن على مشارف أو زادت احتمالية الركود الاقتصادي؟ اليوم شفنا جولدمان ساكس رفع احتمالية الركود بالعام القادم من 15% سابقا إلى 25%، ولكن حتى مؤخرا كان هناك ثقة بأنه نحن على سوفت لاندنج، الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بدون مخاوف من انحدار نحو الركود. ما الذي تغير اليوم؟ وبالتالي هنا السؤال، إلى أي مدى الأمور مقلقة بالنسبة لكم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وتضع ضرورة تحرك الفيدرالي كما أشرت حضرتك سابقا؟ طبعا لا نؤمن أن يكون هناك انخفاض كبير في الاقتصاد حاد، قد يكون سوفت لاندنج، قد يكون أطول في الفترة من المعتاد نظرا للأوضاع الجيوسياسية الموجودة. فمتى ما أزيحت هذه الضبابة السوداء أو السحابة السوداء، سوف يكون هناك تفاؤل مرة أخرى للمستثمرين في العودة إلى الأسواق. وجود ارتفاع الفوائد لمدة طويلة أكثر مما كان متوقع أثر بدون شك على السيولة، والفيدرالي عدم ضخ سيولة جديدة مع انتهاء هذه السندات وهذه الأصول التي اشتراها كأسلوب لضخ السيولة، سوف يكون هناك أقل سيولة في السوق، وبدأنا نرى تأثيرها. نحن في بداية الطريق في الواقع. نتحدث عن الاستثمار، كان ملفت وأيضا من الأسباب التي أدت إلى تراجعات بالأسواق هو خبر بأنه بيركشير هاثاوي تمتلك الآن مستويات قياسية من الكاش، من السيولة النقدية، وجزء مما قامت به تقليص حصصها على سبيل المثال بنك أوف أمريكا، ولكن اللي أخذ الهيدلاينز، العناوين الكبرى، هو تخفيض حيازة بيركشير هاثاوي من أسهم أبل إلى النصف. اليوم ما أهمية هذه الإشارة أنه يحملون الكاش؟ برأيك ما التفسير لأنهم يحملون هذه الكميات من الكاش؟ ومتى برأيك تصبح التراجعات التي نراها بالأسواق فرصة شراء؟ طبعا وارن بافيت من أكبر المستثمرين وأنجحهم في العالم، هو مستثمر يبحث عن القيمة الفعلية الحقيقية ولا يضارب في الأسواق ولا يقترض مثل معظم المستثمرين للأسف. فعنده نظرة دائما طويلة المدى، هل هذه الشركة سوف تعطي تدفقات نقدية وتزيد من التدفقات النقدية في المستقبل، أو فقط تنمو مع مرور الوقت نظرا لنمو السوق. هو فلسفته هي فلسفة إن كيف أشتري شركات أصول حقيقية
تستمر في النمو. مستثمر مثل هذا وجد أن الأسواق وصلت إلى مرحلة جدا عالية لا تعلل تملكه لهذه الشركات، والنمو دائما هيكون أقل مما هو متوقع، لهذا بدأ يخفض. وفي الواقع لنا تقريبا سنتين ونحن نقول المستثمرين تأكدوا أن تكونوا متوازنين، تأكدوا أن يكون لديكم 25% سيولة عندما يحدث أحداث مثل الأسبوع الماضي والأسبوع هذا. يجب على المستثمر أن يكون جاهز لهذه الأحداث. أول قرار يجب أن لا يكون عليك دين، أي دين سدده في أسرع وقت. لا يغررك المضاربين أو الشركات الاستثمارية، لا اقترض فرصة كويسة. دائما نقول أن هذه مغامرات يجب تفاديها. ثانيا تريث حتى تزيح هذه السحابة السوداء، ونرى إلى مدى سرعة تخفيض الفوائد لدى الفيدرالي، وما هي البيانات القادمة من الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي. طبعا الصين نعلم أن هناك صعوبة، فمن أين سيأتي النمو في العالم؟